قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون بجروح إثر هزة أرضية وقعت قبالة السواحل الجنوبية الغربية لتركيا بلغت قوتها 6 درجات و17 درجة على مقياس ريختر. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلازل قد يتسبب في إحداث موجات تسونامي خفيفة، غير أن مسؤولين أتراك رجحوا تشكل أمواج كبيرة وليس أمواج تسونامي.